السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في قناتكم الصغيرة، هذه قناة الحقيقة الصادقة، ومع برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس إن شاء الله عشان توصلكم كل المعلومات المفيدة أولا بأول. اللي ما شاهد الجزء الأول أو الحلقة الأولى من مرض التصلب اللويحي ياريت أنه يشاهد الحلقة الأولى والجزء الأول من مرض التصلب اللويحي، عرفنا فيه المرض، شو سبب هذا المرض، كيف ينتج هذا المرض، الأسباب، الأعراض وطرق العلاج والمكملات الغذائية المتبعة، ولله الحمد عندي نتائج مبشرة بخصوص هذا المرض. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الجزء الثاني في هذه السلسلة من أسرار الغذاء، أسرار العلاج بالأعشاب، سمها كما تريد. نتحدث عن النظام الغذائي الذي يجب أن يتبعه مريض التصلب اللويحي. قبل ما نبدأ بدنا نتفق على عدة أمور أساسية في هذا المرض، خصوصا عموما أمراض المناعة الذاتية. في عنا مثلث شرحنا عنه دائما اللي بنسميه مثلث برمودا الغذائي، بدنا نبتعد عنه. يتكون من السكريات، السكر هذا ممنوع نهائيا، الوجبات الغذائية الجاهزة والزيوت المهدرجة، زيت القلي بأنواعه بتبتعد عنه، وقلنا بنستعيض عنه بثلاث أمور، إما زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت المورينجا، اختار أي منها. رقم ثلاث من المثلث الخبز بكل أنواعه، باستثناء إذا بدنا نستعيض عن الخبز لأنه ضروري جدا، خبز الشوفان أو خبز بذر الكتان. فهذا المثلث الغذائي بدنا نتفق عليه عشان اليوم جايبين لكم بعون الله أهم 10 أطعمة ممكن ندخلها في النظام الغذائي لمريض التصلب اللويحي أثناء فترة العلاج. ارجع إلى الجزء الأول لأنه هذول الجزئين مكملات لبعض. فإذا بالإضافة إلى الجزء الأول وما تحدثنا به في الجزء الأول، الآن النظام الغذائي حتى ننهي هذا المرض بعون الله. أولا إخواني الكرام، بدنا نعتمد النوع الأول من الأغذية اللي أنا جبت لكم إياها، سلطة البندورة والنعنع مع لبن الغنم، لمرضى التصلب اللويحي. طبق بسيط جدا هذا على الفطور، لازم نتناوله. منجيب لبن غنم، يعني منجيب بمقدار كاسة لبن غنم، كاسة على قدر كأس الماء مثلا، منضيف عليها حبتين بندورة منسطحهم، ومنضيف عليها نعنع، إما بكون طازج أو نعنع ناشف، منضيف عليه نعنع بمقدار ملعقة كبيرة من النعنع مع حبتين بندورة مع لبن الغنم أو لبن الماعز، ومنضيف عليه يعني رشة ملح خفيفة جدا خفيفة جدا، ومنتناول هذا يوميا على الإفطار. هذا مفيد جدا لمرضى التصلب اللويحي، يا ريت يواظبوا على هذا الطبق. هذا رقم واحد. اثنين، وجبة الغداء منا نستخدم الكوسة مع اللحم، منجيب لحم بلدي مفروم، لحم ماعز مفروم فرمة ناعمة، لحمة مفرومة بمقدار مثلا أوقية 200 جرام 250 جرام، منجيب الكوسة. إلك حرية الاختيار، إما أنه بتفتح حبة الكوسة من النص بتشيل شوي من اللب وبتحط عليها اللحم المفروم وبتحطهم بصينية، بتصير عندك حبة الكوسة شقفتين بتحطهم بصينية وبتضيف عليهم، بتضرب بالخلاط بندورة، بتجيب بندورة مع نعنع وبتضربهم بالخلاط، بصير عندك رب البندورة طبيعي، بتضيفهم عليها وبتشويهم بالفرن، أو إنك بتستخدم الكوسة الأكل العادية اللي بنستخدمها. ممكن نجيب طنجرة بنقطع معها كوسة تقطيع عادي، منضيف عليها لحم
وبنضيف عليها بصل، بنقطع البصل وبنضيف عليها بندورة، وبنعمل طبق حساء من اللحم أو من الكوسة. هذه اجعلها في نظامك الغذائي. هذه رقم 2، ممتازة جدا. أيضا رقم 3 من الأغذية المتبل يا إخوان، متبل الباذنجان. متبل الباذنجان، الباذنجان بيحتوي على عنصر الفوليت المهم جدا لمرضى التصلب اللويحي، عشان نساعد في بناء الغدة الميلامينية على العصب. مرة أخرى ارجع لي الجزء الأول من المرض اللي أنا طرحته، رح تعرف شو سبب هذا المرض. فالباذنجان مهم جدا، بنعمل طبق من الباذنجان المتبل ممتاز جدا، وما أتوقع ما حدا بيعرف يعمل المتبل. بتجيب حبة الباذنجان، بتخزقها بالسكينة وبتشويها على النار لحد ما تذبل، بعدين بتحطها بوعاء مي وبتقشرها، بتاخذ اللب هذا اللي أصبح ناعم بتحطه بالخلاط، بتضيف عليه ثومة وبتملحه، وبتضيف عليه نعنع، رشة نعنع يابس، يعني نعنع يابس، وبتضيف عليه ملعقتين ثلاثة طحينية، وبتضربه بالخلاط، بيصير عندك أفضل طبق متبل. في ناس ما بتحطه بالخلاط، في ناس بتدق المتبل على إيدها، يعني بس يجهز الباذنجان ويذبل نشويه مزبوط ونقشره، بتجيب صحن وبتحطه بصحن وبتدقه بمعلقة، بتهرسه بمعلقة بكاسة، وبتحط عليه معلقة طحينية، وبتحط عليه ممكن تحط عليه تقطع عليه بندورة، حزوز بندورة صغيرة، وتحطها على صحن المتبل. رائع جدا متبل الباذنجان، لأنه بيحتوي على الفوليت. الفوليت مهم جدا لمرضى التصلب اللويحي. اجعله في نظامك الغذائي، ممكن وجبة فطور ثانية، وجبة سلطة اللبن مع البندورة طرحناها، تأخذها مثلا ممكن الساعة 8 الساعة 10، بتحب الساعة 12 تعمل لك صحن متبل ممتاز جدا، بتحب تأكله على العشاء أيضا ممتاز جدا. أيضا رقم 4 من صحن سلطة فجل، لكن كيف طريقته؟ مكوناته بسيطة جدا. منجيب عنا 4 حبات فجل أحمر، ودير بالك تكب الورق، رح يلزمنا ورق الفجل. منجيب حبة بروكلي، البروكلي معروف، ومنجيب جزر، منجيب لنا مثلا حبتين ثلاثة جزر، ومنجيب خيار وخس، منقطعهم منفرمهم كاملات بصحن سلطة، منضيف عليهم ملعقتين ثلاثة من زيت الزيتون. بتحب تكثر زيت زيتون ما في مشكلة، أصبح عندك طبق سلطة يمد الجسم بفيتامين سي، ويتركز خصوصا في الفجل، وبروح مباشرة للعصب المتضرر. فركز على طبق السلطة هذا. أيضا نتحدث عن نوع آخر اللي هو سناك الأفوكادو أو سلطة الأفوكادو. إذا بدي أقرأ لكم بعض المعلومات مثيرة جدا في سلطة الأفوكادو. سلطة الأفوكادو أخواني الكرام، اللي هي فاكهة الأفوكادو، الكل بيعرف هذه الفاكهة، تحتوي على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة ومن الدهون أحادية الإشباع، وكلاهما يسهم في درجة كبيرة في التقليص من الالتهاب الذي يعاني منه مريض التصلب اللويحي. بل وجدت دراسة أن خواص الأفوكادو والمضادة للالتهاب من شأنها تقليل الأثر الضار الذي قد يسبب تناول مريض التصلب للأغذية المحفزة للالتهاب. يعني في عندك أغذية أنت ممكن تتناولها ما تعرف مدى ضررها، انها بتزيد الالتهاب او لا. فهنا السموذي او السلطة تبعت الافوكادو بتقلل من الالتهاب الحاصل بالعصب. ممكن تتناول الافوكادو كفاكهة، كفاكهة تشتريها من السوق وتتناولها. يعني لو اكلت كل يوم حبتين افوكادو او حبة افوكادو ممتاز جدا الافوكادو، وركز عليها. طيب اخواني الكرام، عشان نعمل طبق الحلوى هذا السموذي تبع الافوكادو
ممتاز جدا، يا ريت نحضر المكونات التالية: بلزمنا حبة أفوكادو، وبلزمنا علبة قشطة نباتية، علبة قشطة نباتية، وبدنا من 5 إلى 7 حبات تمر منزوعة النواة، وبدنا أيضا ملعقتين دبس تمر، وأيضا بدنا ملعقتين عسل، وبدنا حبة أناناس أو حبة مانجا، 3 شرائح حبة مانجا و3 شرائح حبة أناناس. ما في أناناس مش مشكلة، ما في مانجا مش مشكلة، المهم متوفر عنا الأفوكادو. إذا قدرنا نحتصل على الأناناس والمانجا ممتاز جدا. وبدنا شوية مكسرات عشان التزيين، عشان يحصل معك طبق حلو لذيذ جدا لمعالجة هذا النوع من الأمراض. يعني لو جبنا لوز حلو، وجبنا كاشو وبندق، ممتاز جدا إن شاء الله. هذا الطبق اعمله من الحلويات، يعني لو تناولته كل أسبوع مرة إلى مرتين ممتاز جدا، وكثر كثر الطبق، خليها القد. كيف بدنا نعمله الآن؟ سهل. هذه طريقة عملها: منسطح الأفوكادو، منسطح الأفوكادو، بنأخذ منه شرائح، وشرائح أناناس، وشرائح مانجا، والتمر هذا منزوع النواة، بنحطهم كلهم بالخلاط وبنضربهم على الخلاط، وبنضيف عليهم دبس التمر، وبنضيف عليهم العسل، 3 معالق 4 معالق من العسل عشان تحليه، وبتضيفهم في طبق بكون متجانس جدا، وحط عليه المكسرات وحليه بالعسل، حط عليه طبقة عسل. هذا ممتاز جدا إن شاء الله، هذا مهم جدا لمريض التصلب اللويه. طيب، أيضا من الأغذية المهمة جدا لمريض التصلب اللويحي سلطة أو طبق سلطة التفاح الأخضر مع الرمان. سهل جدا، طبق بتجيب تفاح أخضر وليس أحمر، ركز، التفاح الأخضر فوائده الغذائية أكثر من التفاح الأحمر. منقطع شرائح، يعني قطع مربعة من التفاح الأخضر، منجيب خسة، منقطع معها خس، ومنجيب رمان، منجيب حبة رمان، بناخذ اللي هو الرمان من الداخل، بنحط لنا 4-5 ملاعق رمان، وممكن تضيف عليه عسل، 2 ملاعق عسل، وتخلطه وصحتين وألف عافية. أيضا من أنواع الأغذية المهمة جدا لمريض التصلب اللويحي اللي هو بسكوت القرفة والزنجبيل، بسكوت القرفة والزنجبيل. هذا إن شاء الله أنه ممكن تجده، إذا ما وجدته ممكن أني أضع لك طريقة تحضيره في صندوق الوصف، لكن إحنا عشان ما نقلبها عنا مطبخ، لكن إحنا بنقول لك مثل ما هو بالصورة الآن. بسكوت القرفة والزنجبيل مهم جدا لعلاج أمراض التصلب اللويحي. أيضا من الأغذية المهمة جدا لمكافحة الالتهاب الذي يسبب مرض التصلب اللويحي سمك الروبيان، وأخص هنا الروبيان بالتحديد. ممكن نطبخه طبخ عادي، وممكن نعمله سلطة، ممكن نضيف عليه خس، ونضيف عليه جبنة موزاريلا، ونأكل من هذا الطبق، ممتاز جدا الروبيان. أيضا إن شاء الله هذا رقم 9 من الأغذية اللي أنا قاعد بطرحها. رقم 9 اللي هو عصير الليمون مع النعنع، عصير الليمون مع النعنع ممتاز جدا، عصير ليمون مع النعنع، يا ريت نواظب عليها لمرض التصلب اللويحي، لو كل يوم كاسة ممتازة جدا. فإذا صار عندنا هون مجموعة من النظام الغذائي اللي ممكن يتبعه مريض التصلب اللويحي عشان يكافح هذا الالتهاب الذي يحصل بالطبقة، أو خلينا نقول بغمد الحياة، ما يسمى بغمد الحياة أو غمد المايلين أو الميلين الذي يسبب التضرر في العصب، وهي الطبقة الخارجية التي تقوم بتغليف العصب. فهذه مجموعة من الأغذية بالإضافة إلى ما ذكرناه في الجزء الأول. لا تنسى تروح تحضر الجزء الأول عشان تشوف المكملات الغذائية والعلاجات اللي طرحناها لمرض لمريض التصلب اللويحي.
أرجو أني أكون قدمت لكم شيء يفيدكم، وهذا كله لوجه الله إن شاء الله. كل شيء أنا بذكره مشروح، وراجع صندوق الوصف أيضا، اقرأ صندوق الوصف لأني في معلومات ممكن تغيب عن بالي أثناء طرح المادة العلمية، فبضطر أني أذكرها في صندوق الوصف. هذا محدثكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.